صفقة الصواريخ الجديدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نحو 280 صاروخاً ستبيعها واشنطن للمملكة لزيادة قدرتها على مواجهة كافة التهديدات المستقبلية، وذلك بقيمة 650 مليون دولار. الصواريخ هي جوجو من طراز AIM-120C من طراز أمرام، وهو سلاح جو متوسط المدى ويستخدم في مقاتلات F-16 أمريكية. الصاروخ يعتبر من أشهر الصواريخ بعيدة المدى في العالم، حيث يعمل بتوجيه رداري نشط للغاية ويقوم بتتبع الأهداف الجوية من مسافات بعيدة وبالسرعة المناسبة. تعمل هذه الفئة من الصواريخ ضد الأهداف غير المنظورة خلف مدى الرؤية في كل الظروف الجوية برأس حربي عالي التفجير وذو سرعة عالية. من أهم مميزات هذه الصواريخ الدقة العالية، بحيث يمكنها ضرب أهداف متعددة تتجاوز النطاق المرئي، إضافة إلى استخدامها بشكل أساسي من قبل المقاتلات، حيث يمكن دمجها على طائرات F-16, F-15, F-35, F-18. وعلى سبيل المثال حمل حوالي 8 صواريخ من هذه الفئة تحت الأجنحة والجسم. يبلغ وزن هذا الصاروخ الواحد 152 كيلوغراما، ووزن الرأس الحربي 23 كيلوغراما، فيما يصل طوله إلى 3.1 أمتار والقطر 160 مليمترا. كما يمكن لهذا الصاروخ إصابة أهداف حتى 48 كيلومترا، وتصل سرعته إلى 4 مخ متر.